الفقرة والقصة الإنسانية اللي هنقولها قصة يعني بطلتها الحقيقة في نظري سيدة عظيمة بمعنى الكلمة، لأن هي أمومتها صنعت من حكايتها قصة إنسانية مليانة دراما ومعاناة وعذاب. اسمها رضوى عبد السلام، موظفة في مكتب اسكندرية. رضوى عاشت أصعب وأقسى وأعنف لحظة ممكن تعيشها أم، واللحظة دي كانت هي اختطاف بنتها وهي لسه طفلة رضيعة. واللي خطف بنتها كان طليقها، وعلى مدى 3 سنين، تخيلوا 3 سنين رحلة عذاب لرضوى في البحث عن بنتها. دورت عليها في كل مكان وفي كل شارع وفي كل ميدان وفي كل محافظة. راحت وجت واتبهدلت كتير وداقت الويل وهي بتدور على بنتها، وكأنها بتدور على وهم أو حلم صعب إنه يتحقق. لكن المعجزة حصلت ولقت بنتها ورجعت البنت. اللي مشرفاني في الاستوديو، اهلا بك. اهلا بحضرتك. عايز اعرف منك ايه بقى باختصار كده، يعني الحكايه ايه؟ اولا الحمد لله على سلامة بنتك. الله يسلم حضرتك، متشكره جدا. الحمد لله الحمد لله التالية رجعت بعد 3 سنين، بس ما كانوش 3 سنين، يعني هم كانوا عمر بالنسبه لي، اطول من عمري اللي انا عشته. التالية بعدت عني وهي اتخطفت من ايدي. 3 سنين كانوا بيعدوا. كان عندها قد ايه لما اتخطفت؟ سنة وعشر شهور. كانت لسه رضيعة، وكنت بوريها لوالدها اللي هو طليقي رؤية ودية، عشان قلت له خلافاتنا بعيدا عن البنت، والبنت مش سلاح ما بيننا ان انا هستخدمه ضدك، يعني برغم ان انا يعني شفت منه كل انواع الغدر والمعاناة اللي شفتها معاه. قلت له البنت بعيدة عن خلافاتنا يعني، فبرضه ما كانتش بالنسبة له كافية، فاستخدمها برضه كسلاح ضدي. يعني لما انت روحتي وديها له خدها منك؟ هو غدر بيا، هو كان جاي بوريها له في مكان عام، جاب معاه موبايل وجاب معاه مفتيح فيك وجاب كتاب وحط الحاجة على الترابيزة في الكافيتيريا، وانا والدتي قاعدين عشان هو يلعب بيها، بيلعب بيها زي ما الناس ما تلعب اطفالهم عادي، فشالها ومشي. طب رايح فين؟ هجيب للبنت حاجة من الماركت. طلعت وراهم خش الماركت، مفيش حد في الماركت، انزل الجراج مفيش حد في الجراج، لفيت مفيش. اتصلت بيه واهلي يكلموه مبيردش، في الاخر رد قال لهم انا ما خدتش البنت، ده انا هرفع عليكم قضيه اهمال. قضيه اهمال؟ انتوا ضيعتوا البنت. قلت له انا ضيعت البنت؟ البنت معاك. قال لا مش معايا، انكر. فطبعا جبت شهود من الكافيه وجبت
عملت تفريغ كاميرات واثبتت ان هو اللي اخد البنت، واخد حكم بتسليم البنت، وخد الحكم القضائي اللي كان عليه كان غرامه 500 جنيه لانه اخد البنت. وعملت حملات، كل ما اعرف طبعا الحملات انا اللي بقول لهم بنتي فين، فانا لازم ادور على بنتي فين واروح ابلغ انا البنت في المكان الفلاني، البنت عند عمتها، البنت عند والدته، واخد الحمله واعمل الاجراءات واروح البنت تكون مشت، اعرفي مكان بنتك تاني وانزلي مكان تاني، اقعد وقت طويل عقبال ما اعرف طريق بنتي. طبعا كل يوم بيعدي ما بيعديش حملة واثنين وتلاتة. عملت قضية تانية عدم تسليم، اخد حكم جديد بالحبس لان هو الحكم الاولاني كان غرام، برضو مش بيسلم بنتي. وعلى هذا بقى قعدت استمر الموضوع كذا فترة طويلة جدا، بس بدأ بقى رسائل تجيلي، بنتك بره مصر، بنتك مدرسة داخلية، بنتك ماتت، بنتك مش موجودة، بنتك مش هتشوفيها تاني. طبعا كل يوم من دوت انا مش عايزة افتكره، كانت معاناة. بس لحد ما توصلت لها، بس بعد ازاي بتوصلت لها ازاي؟ وصلت لبنتي ازاي؟ لما كان الموضوع خد نزل في الاعلام ونزلت وكلمت وطلبت بنتي وشيرت صور بنتي للي يعرف طريقها، ففي ناس تعاطفوا مع الموضوع وعملوا بيج نزلوا عليها مواضيع بنتي وصور، وبقى في شير لانه اللي يعرف مكان البنتي وصلنا. وفعلا بقى بتيجي مسجات، لحد ما اخر مسج جات لي ان البنت في شرم الشيخ عند بنت خاله. حد كلم من معارفي هنا، كلم حد من هناك الشيف حسن، رحت له استقبلنا معنيش اي داتا يقولها لي، فاخدني ورحنا للاسم. طبعا الناس في الاسم كانوا طب انت جايه يعني جايه من اسكندريه لشرم الشيخ معكيش عنوان، طب السبب في ده ايه؟ رساله من فاعل خير؟ طب انت واثقه في المصدر؟ لا مش واثقه في المصدر. بس بصراحه هم تعاونوا معايا جدا، سواء الاسم اول شرم، اسم تاني شرم، محمد بيه بشر او محمد بيسامي، تعاونوا مع الموضوع وحاولوا يعملوا تحريات. وصلنا لعنوان الشخص، نزلوا راحوا له البيت، خبطوا عليهم من فضلكم انت تعرف فلانه تاليا عندكم؟ لا تاليا مش عندنا وما نعرفش حاجه عن الموضوع غير عن طريق الاعلام. طب احنا بنستأذن حضرتك ممكن نخش نفتش؟ فقال لهم اه بس المدام منقبه فاسمحوا لها تلبس عشان تدخلوا تفتشوا. فقالوا له اوكي اتفضل. فاستنوا شويه دخلوا يفتشوا، طبعا في حاله مريبه من الوضع، ما كانش مظبوط كده، في حاجه غلط بتحصل في البيت. بصوا يفتشوا مفيش بنت، بنتي مش موجوده. بالصدفه اللي هو الشيف حسن هو بص لقى طفل على السطح بتاع البيت. السطح ده ليه؟ الطفل ده جه فين؟ ايه توفيق ربنا. دخل المنور لقى العيال طالعين بنتي من المنور فوق سطح البيت، طلع فوق السطح يبص على السطح مفيش ولا طفل، يبص يلاقوا البنت مستخبيه ورا خزان ميه، وفي طفله تانيه مستنياها من ورا البيت مستنيه تشيل بنتي من فوق السطح عشان يهربوها. خد البنت ده لاخويا وراحوا بيها الاسم، واستلمت البنت بالطريقه دي. أظن لقاء بك كان لقاء جميل قوي بيني وبينها. آه. عرفتك؟ عوض ربنا ليا ان انا كنت باهله، مؤهله نفسي نفسيا. بالاعلان انت قلتي اين تاليا؟ تاليا صح؟ تاليا دي اهل الخير بقى، كل الناس اللي يقدر يعمل حاجه بقى يعمل لتاليا. كل الناس كانت بتعمل بيج وتشير. اشرحي لي اللحظه اللي شفتيها فيها، عرفتك؟ هقول لحضرتك، انا بنتي سبتها وهي سنه 10 شهور، بقى لي 3 سنين ما شفتهاش. كنت متاكده ان بنتي مش هتعرفني، كنت واثقه وقلت ماشي انا موافقه بنتي ما تعرفنيش، هتعرف عليها من اول جديد. المفاجاه ليا ان هم اساسا كانوا محفظينها ان مامتها ماتت. المفاجاه ليا ان لما شفت بنتي عرفتني. انا اللي منهاره وانا اللي بعيط وبنتي في حضني بتطبطب عليا. بنتي في اول 5 دقايق بتقول لي ما تسيبينيش يا ماما، انا عايزه انام في حضنك، انا عايزه اروح معاكي. بالفطره ازاي ما تقدريش تنسي الفطره؟ انا مفيش بني ادم مصدق، مفيش حد في العالم مصدق ان بنتي عارفاني. يعني انا قاعده مع حضرتك دلوقتي وانا عندي مشكله انها بتعيط في البيت عشان ماما اتاخرت. ازاي على قد شوقي ليها
وعلى قد وجع فراقها ليا 3 سنين على قد شوقها ليا وفرحتها وسعادتها انها جوايا ومعايا. انا مش يعني انا الموضوع اثر عليا في شغلي عشان هي كانت بعيده عني. النهارده هي مأثر عليا في شغلي ان انا ما بعرفش انزل الشغل. انا بنتي انا بتعاملني معامله يعني بحس انا يعني بصلي وبشكر ربنا ان ربنا ده العوض اللي ربنا عوضهوني. مفيش حد في العالم متخيل ان بعد 3 سنين بنتي متاخده مني 1 سنة و10 شهور يشوفوا هي بتتعامل معايا ازاي وقد ايه مرتبطه بيا. انا نفسي مش مصدقه. السؤال بقى، بابا عارف؟ بابا اصلا بره مصر بقاله سنه. يا يعني هو رامي بنته كده؟ ما هو اصلا مش اخد، هو البنت مش في تفكيره اصلا. انا بنتي متربيه في كرة، بنتي جايالي عندها 4 سنين و8 شهور ما بتعرفش الف ب. بنتي جايه عن اولا انا بعالجها نفسيا لان بيجي لها نوبات من القلق والخوف. يعني هي لو سمعت صوت اي راجل في الدنيا تقول لك ده هيقتلني او هيذبحني، ولو ماشيه في ايدي ومعديه جنب اي حد البنت بتستخبى بتعملي كده ليه عشان ما يشوفنيش. دي بنت زي القمر ما شاء الله ما شاء الله عليها. زي القمر لحد ما اتعرضتي اكيد انت لنصابين كتير طبعا طبعا الناس كانت بتستغل وجع. ده اللي انا يعني الناس كانت بتستغل الوجع. واقول لحضرتك على حاجه، انا ببقى عارفه ان هم بيستغلوا وجعي. يجي يقولوا لي لو عرفنا هتدينا كام كذا، طب ادينا الاول، طب قول لي، لا هاتي فلوس بدفع. وانا عارفه ان هم كدابين بس مش عايزه احس بنقطه تقصير من ناحيه بنتي. مش خايفه باباها لو عرف انك انت غتيها ممكن يعمل اي اجراء انت ما تتخيلوش؟ هو يعني متوقع اي حاجه وحشه ممكن تتعمل، متوقع جدا لان انا شفت كل حاجه وحشه منه، فاي حاجه ممكن يعملها متوقعه. بس اكبر وجع انا دقته. بس انا اظن هو يعني ما تصورش بعد ما اصبحت القضيه قضيه راي عام والناس عرفت هو عمل ايه في بنته وايه اللي ارتكبه في حق بنته. وانا مش هقول اسمه لان لو قلت اسمه الناس هتنبذه، واتصور ان هو ممكن يشعر بده. اتصور ان هو يعني هيعيد حساباته بكتير قبل ما يفكر انه يخطف طفلة من حضن امها ويرميها لاي حد. فاتصور ان المجتمع كله بيحميك. اتمنى والاعلام في ظهرك. اتمنى طبعا اتمنى. انا بنتي واكيد الدولة واجهزتها، المجلس القومي للمرأة، مجلس الأمومة والطفولة، وكل الجهات المعنية هتساندك لأنك أنت أم مكلومة. لا حول لك ولا قوة إن بنتك تتخطف منك عقابا ليكي، أيا كان بقى أسباب الخلاف بينكوا اللي أنا ما أعرفهاش وما أحبش أن أعرفها. لكن خلينا كده نعمل حاجة كده، نفسنا نقدم لك حاجة. معنا على التليفون الأستاذة دينا العديسي، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى كبرى المدارس بالاسكندريه. مساء الخير يا استاذه دينا. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور عمرو. انا الحقيقه بلغني ان حضرتك عايزه تقولي حاجه مهمه في قضيه الام رضوى وبنتها تاليا اللي هي حرمت من بنتها لمده يمكن تجاوزت 3 سنين. فانا حبيت انك انت تعلني بنفسك المفاجأة ديت. هو انا عرفت من فريق الاعداد في البرنامج ان استاذة رضوى كان من امنياتها انها تكون عندنا في المدرسة. فالحقيقة بعد رحلة العذاب والمعاناة اللي هي خضتها الفترة اللي فاتت، اعتقد اقل حاجة ممكن نقدمها لها انها نعملها موافقة استثنائية لدخول المدرسة. احنا التقديم عندنا قفل للأسف، بس يعني رئيس مجلس الادارة وافق على ان يكون في موافقة استثنائية لدخولها ان شاء الله. مجانا؟ هو في خصم 50%. ولا مجانا؟ يعني انا مش هرد طلب حضرتك طبعا، مجانا مفيش مشكله. اشكرك جدا 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 الاستاذه العظيمه دينا العديسي، شكرا على كرمك وعلى كرم اخلاقك وعلى كل حاجه جميله جدا جدا قدمتيها وادخلتي البهجه والسرور لام مكلومه. اشكرك جدا الاستاذه دينا العديسي، نائب رئيس مجلس اداره المدرسه، واشكرك جدا على هذا الكرم الجميل. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك.
طبعا انا كنت بحلم اقدم في المدرسه. اهو جبنا لك المدرسه، خلاص هتخش المدرسه وهيقبلوها فورا وبدون مقابل باذن الله. انا بشكر حضرتك طبعا طبعا. هي البنت يعني انا كنت صعبان عليا ان هي تتظلم من كل حاجه، يعني هي حقها برضو، يعني كنت بحلم بانها تخش المدرسه زيها زي كل الناس اللي حوالين مني. او في ست محترمه وفاضله استاذه دينا العديسي دي كتر خيرها، قبلت تدخلها وتستثناها وهتدخلها، وكمان الست كتر خيرها عاملاها لك بالمجد. انا متشكره جدا طبعا. الحمد لله على سلامتك وعلى سلامه بنتك، وربنا يبارك لك فيها. واي حاجه الرجاء الواحد من الناس، احنا لن نتردد ابدا في الدفاع عن حقك ابدا. طبعا انا بشكر حضرتك، واتمنى لبنتك كل حياه جميله وسعيده، واتمنى لك كل حياه انسانيه سعيده ان شاء الله باذن الله. الله. واول يوم مدرسه بس بطمنيني انها دخلت عشان نطمن ان كله تمام. طبعا. واشكر مره ثانيه مدام دينا العديسي على كرمها، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك. شكرا من الام السعيده بقى مش المكلومه جدا، رضوى عبد السلام جدا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك طبعا. زي ما شفنا قصة جميلة جدا، قصة جميلة جدا في نهايتها لكن مؤلمة جدا في بدايتها. ولو كل راجل كل ست اتجوزوا بعض وانفصلوا عن بعض الأسباب أيا كانت الأسباب، والأب خطف الأولاد، لا يطبق دين ربنا ولا شرع ربنا ولا يحترم لا قانون ولا غيره. وفين الإنسانية؟ وفين النخوة؟ وفين الشهامة؟ وفين المروءة؟ وإزاي إنسان يقبل على نفسه إنه ياخد بنت من أمها ويخطفها ويرميها في أي مكان لمجرد أن ينتقم من الأم؟ لازم إذا كنا بجد بنتكلم على المسؤولية المجتمعية، الجواز مسؤولية. اللي مش قادر على الجواز ما يتجوزش، عشان هو مش بيهد بيته بس، هو بيهد إنسانة بتخرج للحياة، طفلة بريئة لا حول لها ولا قوة، دفعت ثمن الصراع بين الأب والأم، دفعته بمرارة ومرض نفسي. والحمد لله أن الأم لقت بنتها في الوقت المناسب. أشكركم وأتمنى لهم حياة سعيدة إن شاء الله، وربنا رب يسعدهم الاثنين. فاصل ونعود.